صديقي العزيز، انا عن نفسي اتمنى ان مباراه الجزائر والكاميرون تتعاد. اتمنى ان منتخب الجزائر يوصل كاس عالم قطر 2022، اهو الاخوه الجزائريين يفرحوا والقناه بتاعتي تكبر، دي حاجه اتمناها جدا، ان عشان خاطر انا بحب خاطب الجزائريين المهتمين بعالم كره القدم والناس المهتمه بالتكتيك والناس المهتمه بالايجابيات والسلبيات في الفرقه ككره قدم. وفي ناس تانية بما انك بتتكلم عن منتخب الجزائر بطريقه ايجابيه بتعمل لك لايك او سبسكرايب، دي الناس اللي انا بخاطبهم، دول الفئه اللي انا بتكلم معاهم. انما الفئه بقى بتاع الناس اللي قاعده بتستنى اي اخبار حتى لو فيك وقاعده بتستنى اي وهم بيتباع لهم، بصراحه الفئه دي ما بتاكلش معايا، رغم ان هم دول اللي بيعملوا الترندات وهم دول اللي بيعملوا المشاهدات، بس بصراحه ما بحبش انا الجو ده، ما بحبش جو ان انا اضحك على المشاهد اللي قدامي، لان انا دايما بحاول احترم عقليه المشاهد اللي قدامي، بحاول احترم العقليه بتاعتك، لان انا عارف ان كده كده بعد ما تروق وبعد ما تهدى هترجع تاني وتقول انك كان عندك حق، لان بعد ما بتخلص نوبه الغضب اللي انت كنت فيها بترجع بعد كده توزن الكلام في دماغك، بتحس ان هو مش راكب على بعضه. يعني لما اتفرجت على الفيديو بتاع الاستاذ خليفه اللي نزل فيه الوثيقه بتاعه صامويل ايتو وبكاري جسامه، او اللي هو بيقول عليها وثيقه ان دي تسريب لحسابات بنكيه وتحويلات بنكيه، انا قعدت اضحك، اللي هو انت ما شفتش التسريبات بجد؟ يعني انا اخر تسريبات سمعتها كانت تسريبات بوثائق بنما، يعني وثائق بنما دي كانت تسريبات وموسوعه تسريبات ويكيليكس، كانت تسريبات بجد. انما تيجي تقول لي دي وثيقه فيها $100,000 محولهم صامويل ايتو وعشان خاطر ايتو حويت بيحولهم مؤسسه الاطفال بتاعته اللي هي مدرسه الكوره بتاعته، صامويل ايتو بيدير مدرسه كوره فهيحول الفلوس باسم صامويل ايتو لحساب بكاري جسامه الرسمي، اللي هو حضرتك لو شفت اي فيلم اجنبي اساسا هتلاقي ان هم علشان يبعتوا رشوه حقيقي هتلاقي ان هو بيبعتوها لحد غير اللي هياخد الرشوه علشان خاطر ما يبقاش فيه اي حاجه ملموسه على الشخص اللي تقاضى رشوه. انما بسم الله ما شاء الله انت مطلع له الامور واضحه وصريحه قوي، زي الفيديوهات والصور القديمه اللي كانت طالعه من اسبوعين ان صامويل ايتو عطى 100,000 يورو برضه لبكاري جسامه، لمجرد بس ان في صحفي جزائري عاش في فرنسا قال ان صامويل ايتو دفع 100,000 يورو لبكاري جسامه، وطبعا من ساعتها كلنا ماسكين في نفس الرقم، ماسكين في ال 100,000 يورو اللي دفعه لبكاري جسامه، وماسكين في ازاي احنا نطلع بكاري جسامه خد 100,000 يورو. عزيزي صامويل ايتو في فيديو شهير جدا اعتدى على مشجع عشان خاطر لمس العربيه بتاعته، فهذا صامويل ايتو اللي اعتدى على مشجع عشان لمس العربيه بتاعته ولا يدفع 100,000 يورو علشان خاطر منتخب بلده يوصل كاس عالم؟ ده غير اساسا ان الوثيقه دي وثيقه بتضحك، يعني انا اول ما اتفرجت عليها انا قلبت بصراحه، بس هشام لما او اخويا هشام لما اتفرج عليها في قناه في العارضه انا حبيت جدا الكلام بتاعه واحترمت جدا الكلام بتاعه، ان الموضوع ما يبقاش واضح قوي كده وصعب جدا انك تقول ان الموضوع هيبقى بالسذاجه دي، لان انت بتتكلم على صامويل ايتو وحب يرشي بكاري جسامه، صعب الموضوع يكون باين قوي كده للعالم. برضه هرجع تاني وتالت ورابع اقول لك انا من مصلحتي ومن مصلحه قناتي ومصلحه الناس اللي انا بحبهم وبحترمهم ان المنتخب الجزائري يوصل كاس عالم، بس انا ما بحبش المشاهدات الرخيصه دي، ما بحبش اقلب في كلامي يعجبك. برضه بص موضوع موحه ده انا ما اعرفش اساسا مين موحه، بس انا اتفرجت له على فيديوهين ثلاثه من ناس وصلوا لي الفيديوهات بتاعته، الراجل ده بيبيع وهم ازايز للناس لا اكثر ولا اقل. وهرجع تاني اقول لك القناه دي قناه خليفه، قناه خليفه محتوى جزائري يوتيوبر جزائري تقريبا يعني، فما فيش حد بيتبلى على منتخب الجزائر ولا حد عايز اي حاجه سلبيه من منتخب الجزائر. بص عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو براحتك، بس ما تصدقش افلام هنديه، لان الحاجات دي حتى الافلام الهنديه لما كبرنا بطلنا نتفرج عليها عشان ما بقوش بيحترموا عقولنا، فما تخليش حد يمشيك وراه في سكه انت عارف ان هي مش حقيقيه.